طيب بسم الله الرحمن الرحيم. رمضان كريم الله سودان يقوم الله. رمضان شهر كريم لا نترحم نورته الرحمة فاطمة. إذا هب لكنا سبب له كل وين اللي يصير كاني إن زيبك لو أك شو كنت أنا البيمين تان تاريخ خطر منك كامينا منك البيمين تان دي هذا فوقه اللي مفا مستشفيات لا قريدكو كده أنا فشل كده ولو أو دي أو دي شيء لو ما لي أو دي شيء ده مو لي المعروفة دكتور بنيل مصيبة ما لي لو إما لي كديو كون نور رحمة جان اللي مفا مستشفيات أنا نكون نور شفيع لكن ايساتا بشكر برضو الاعلام في حزب المؤتمر السوداني محمد عربي كو نور صلاح كو كان فرصه كو نور دنجا احلى ما يعجب ما كانوا كوي فحقيقة ومصيبة دو وي المناطق هنا ما نيوا فيني آدم لي بالا يمونا دي يتو بالا يمونا ويكو كون يعني تدى شغل فيني انتوا ما نولا انتغيب لا شغل فينا و هلكين موسي كون طبعا مصاني اللي مصاني سيانتك اللي استخدمنا انت كون هلكين الهمود اللي طبعا أو أدم لي كتير نتو مظاهرات كوا إزيبك إن ذهبك إن لكن أنا خو استعمال يعني خطورة نيجا فايا ليا أدم ليجا أمانتيش ليا لكن منطقة ما لك غير لك سي دولغولا للأسف نو هاي قام أنا من التو أنو هاي جسنا لكن ولا نهفه الصوم ولا ناشتي تلا أجيكوي سجينا تورا فتشكو فه الصوج منا ولا برضو إن أنا بري تربري كان يا أنا بري شباب ري كان ملي المفروض إن أنا بري ترين كاتفة إن ذهبي تنغيبة من جلني ترين قبل لقوني إن مصاني كترين سكر لي لأنه مصاني قنبلة موجودة يعني ترى منطقة أولي ما اللي يعني التو سنة سنة ولا ممكن وسكن ما يكون صالح لسكن ولا فرد فهي مشكلة ده وين رغي فرق مشكلة ده خالص وين رغي للمنطقة تاني حاجة سيانات لها ركز لها طبعا لأنه سيانات خطورة نكون دورا مستنة نكون يعني مشكلة دورة خلفية تاريخية بداية لك هكير استخدم سموها بنيت وتاني دهب بالذات هكير سيانات لقوا أنه لنقوا استخلص لنقوا أنه لتوني مواد كلا توني كوارس عالمية كوها بنيت برضو كوارس عالمية سيانات سربة سبب سيوة كوها بنيت وبرد السيانة اللي هيكي صحة ونسيري حتى قرر السيري له بيئة لا وحتى إن النباتات لا اللي هو الزراعة قصدي وتاني حتى إن بهاي ميونقوم الليلة اللي هيكي السيري مليكة فبنيلة أول كيلو زيارة نقدر نتكلم زيارة كنت سينا هو إن الصحفي زميل نيكوي نصر الدين قوي نصر الدين طبعا نهر النيل لا كرجو ويقول شمال لا كرجوس فشمالية لا بنقول أتوم بتوجا تينولوجو لحد أبراج الدفاجوس أبراج التوبي تفلا صور ده ما دلوا حرف لامس إن ده هبا جيه كيرن سيانيتا ده هبا كنوسه كان الدليا خطورة تانجا
مستشفيات ومن مستشفيات ونزاع طبعا ذاتا علاج في القيع للاسف، مستشفيات ونزاعات مستشفياتنا هي عايزه بنفسها العلاج، يعني حاله مرضيه عالج مين ادم ودي تدوكيك عالج مين درزاتها عالجنا اي وضي ما الليله طبعا ده حابنشي اي شافينا اللي هو ده حابا ده حابا دوكيكو ناليقوي وقددي دلوقون يعني انا ودامنا ميصابو فشل كلوي كويس حتى ويكو سرطانات وغنو سن كويس مستشفيات مالي لغريدس ودي اندي ان ده حابين قبلو ما حتى هنا داروكو ده حابين باتا كيرون وديكو حقيقة ودي غريبة كوغل جيس يعني مستشفيات حصر انوي تشابين حصر تشابين فشل كلوي ولن كمية دواء كونلس وغصم بقديك فجأة أنا إن نوكا شوك إنت ندى طوال كل ديوكو إنجو حالات ديجي توم بردلس ويكوب السرطانات بردنا يشاغن نلس إنجو مستشفيات اللي هو دنقلة فريد عبري دلجو حلفاين مستشفيات مللة جريدة نس وولا نس الدنس حقيقة يعني. وقدر ما دمري منا أمانتي كذا إن حاجات نسكن إلى إن ذهب إن نوكا فا إيه حلقة غين كانت تسيمون عشان برضه دمري دني يعني مظاهرات أقوى مصانع كمان جديدة لا قالوا يكو يكاني خبران شيء كاني دكتور يا كان أقنو كده نشان أساهم حلقة تسقي فيه اللي مواطن يعني عالم بسيط لتون دور دكتور كده إن يكون مساهمة وبرضو دهابي دهابي يكون طبعا للأسف يعني دي بتخالص حسب الحساب ده وزارة المعادن شافنا منها يعني ويقول لنا كيس يعني حتار شافنا مدرسة مو بوسا كتشوكو ظروف الرجل وما لنا طبعا متفقين انه ذهبني فرص جلين ديجي تعلمي كورتي كيسين يعني ادمري ديجي بحالة غير يعني لكن نفس الوقت ده حتات ذهب لكن حتاتي ادمري لقدام يعني تريني شن طريقة دامه لانه خلاص دي هيتلوث في الاخر ونوها مشكلة ده ويرا من طبعا الملاحظ عدم طبيعي كلي شفيا يمكن 98% عدم ريت ولا شمالية ولا عند حب تنظيم الخطورة ولا تشيك من هذه كلي شفيا حياتنا نقدر منها إن تنظيم الخطورة ما لنا البران كان المفروض أمني كبتني السكرة إن مصاني نقرتني يتيبوجة إن مصاني كقفنا فاني إن تنغيبنا غرك رحيلة نهاية كي حتاتون وصنا فاني تلي ما نفت يجيسي إني فحصلي وإن قوم المفروض تلين حصلي إنه حصل مين كان غوني ما حتى ولي مالي كقفة كقفوسة مقوسة ويفكر لأنه ما نقلتو وين إن دباتة تيجي مشكلة يعني أو سرطان أمي أو فشل كلوي فكرة كمية ودي كمية وي إنغوني أولون إلي حرك ميكو ولون قبلو المشكلة دول خالص ويرا أبصار لا أبصار لا كم حالة ويكا قابل سي ولون يعني أسردنس يعني حتى إذا ما يجيجوا كودي قولي أسردنس وحتى إن دهب عندك كل توني حتى ولي التون دهب مغوص إنه بوك كوكو داشي إن حالة توك تارين نسيبات إنه هنا صور الله ولي شافه وين إن دهب إن طاهونا تون كلا لو يمكن تا جوجا التارة كلا إن هو تارين أو كأوا زيبا كدير ما أنا شوكا غنو إنتاني فجأة أنا ندو
فجأة نوري شافته ندو ندو نوتوي يا نوري مسكو حتى للأسف يعني حتى إيمو يعني عدد دو خالص ورمني ده هابانشي يعني ما حتى هون إلى مثلا ولون بس من سوق دول جودي مكوي آلاف إنه مستشفى من جي إن هذا أمريكا سيف جالي مستشفى من جي يعني يمكن أربعة في أربعة غرفة ولا زنكيلو جو الزنكي ذاتها من في حبوب شو شو يعني حبوب من البسيط في فين يعني ممرضة يكون هذا غريبة دكتورة ممر ممرضة يناقي نفس الحالة جون سكوت تينوليس لأنه اهتمام داون اهتمام وين داون هذا بري ديسان دافيسان خلاص خلال دافي هنا ولا حكومة خبرتني قبل شاو تكون كمية دو خالص وي بجهلهم يربمونا يعني ما ده خطورة قا وهو يمراد يلافي أولونا ديو نشافه ديو سوكل حتى ربي سوكل نمو مارس مصيفة لا ودلية مصيفة طبعا دول قول حاجو مخارطون لعنى جون مصيفة دول قول تون إساف كجيرا ليسو إساف انت منغا تمومية غا يسين تدنا شكو ده فيديك مسكيس إنو ولونا ديو إتا ديو سوكل خلاص إلا كوينان إنو انت هيدا بانيا حالة فشل كلاوية كرتو فشل كلاوية مناتو مصيفة لا ولا لا مسكس مصيفة دول أنولا مصيفة دول قول أو روسا مناتو أنوين خرطوم لا ورفاني تمنمية بس إن إيجار إيجار الإسعاف تمنمية دينه ما وقت الألوه قبل 2011 إني بعيد دفيد مسكون ولدي دفيد مسكا مسكين اضطر باسكا باسكا منا اللي هو موقف لا تون دوقة تاريخ خرطوم لا يوم كامل كجوفا حالته من فهيك أنا بنديه يعني حالات جديدة خالص كنس وللأسف هذا من طبعا أصل فينا والبو شغل النية شغل دام حقيقة لكن في نفس الوقت وقت في نفس الوقت إنك نوسوي برضو كراء يعني فرضة على الناس اللي هو الشركات التنغيبني كوني إن زيبغ لكن أوسولك استخدم سيانيد دي مادة السيانيد طيب إنه هون اشتغل عمل لك الحشغول إنه ندهب اللي كان دهب عنشيني اللي هو كدنسيبه فيه اللي كان إنه كدنسيبه فيه اللي كان إنه هكر جوغنا طواهينه اللي هو inga jogo cha inna hakira shukinan zibaglogo zibaglo ha shukin editeni malle ko namana diga dafa di oy eni ko tora ko en faba ay malle gismil tor khasatan ko dushe lo da yani gismil gasen aw yude lo da kani o gero جسمي طول ترين من نهاية شو كذا كرويت إن أنا ولا جبرة تريش من أنا نوكيني لي جوويل واي كيني لي ثاو غريان شيء ما ليلا هجو كيني لي إننا إن تغيب لا شغل في فشي مي إنك خطر مني أنا في تقدير إنك خطري وطبعا مختص ما ليكم بني سان يعني سيانة دي السيانة ده شركات من قاوي كرا إن ده هابان شي شوك سينغا سوكا كارتا هنا لو كارتا اللي طبعا دمني أكتر البين إن كارتا سوكا قلابات ويا لوجو سوكا المسافات ده وكاجو مصانع تنيرا إن مصانع لو يتنيون كارتا غا كله 2 كيلو كله 2 طن يا كارتالتوني 2 كيلو سيانة لغو جروشينا روشوزا كودكا
mawata dana noa fi da habi dana noa fi kuda kinga baya no kani witini zinkiro rushine madate zinkiro go madate zinkiro witi rushija kuda kada habi yani kawu kani witi moyat na kya kira rushina itkhayli malle koni siyare do rushikan jo wifaju utarta ni jo wifaju witin kira moyten زنكير رتي كان جو الفجو مويت الناك رتي كان جو الفجو إمال لي تخيل صحاونا هكير تأثير تاني هي كلا غرام ريكا إمال لي صحاونا تأثير تاني هي كلا غرام ريكا يتخيل وكل منطقة القوني كل يمكن منطقة كو منطقة كو فاكر مصنع ويدا كويس إنجري ممال ليكا وكن شمدانا عجل بهاي مونغو كوني حتى زرا كوني إما الليلة قدام وقو هذا مرجي بين هذا مريقا زرا قو هذا مري بهاي مونغو هذا مرجي منطقة هوني مليكو هذا مري للأسف يعني طريقة ايش يا دار مصاني نانوي إنك تاويت إنك شوكا مصاني كلو اثنين طن لا ويتن سيانات تدير ترى سيانات كودك كيدكو دهب دهب يكون كودك نو دهب يكون كاوكا ويتر مويت النار كيرتن لو شو كنا لغرا كنا بات مويت النار سيانات تدير ترى ويتي مويت النار كدرو ترى ويتي زنكي تدير ترى كويس إني حصلي إما ليكم طبعا جوول زي ما قلت لكن إنك نمس من يعني إني نضر وجن باتا أجيال تشكو حتى لون أجي قوتك هضر جي من إما ليك كنا وسنا دهب في الجنب باتا ما نمنين إن مانجا كيرا وسنا كل ويا كوردا كنيان طبعا أما كل كوردا كنيان ingon taba mushkila law khalis wala lakin mushkila in gumbula mawquta ay waqtina hat infajr hidda infajr ikonuna jismuna sahawuna waldi mu sahala bahaymu mu sahala zarawun sahala khalas ingira mantigawuni demul damos أي سيانة تركز فيها كوني سيانة المصانة تركيز تاني ودوغو شمالية الغوني جنوب كردفانة غون ركز فيه تركيز تاني ودوغو جنوب كردفانة غوني ودوغو ركز فيه ودوغو إني قبل حلفاء طبعا نفوق دوي حصل أطنان من أن السريطون أطنان بحيرة النوبرة دي هو السنة نو إن كنت بعد ما يكون السنة إعلام اللي يكون وصول وكذا عالم لا كوار سن لو خارصة سيانات بس إن مصنع نطون كفر جاي شركات كفر جاي رخيص أنت رخيص دهبوني فترة يعني معين ولا ذهب ده كمية ده ويا كوسي إني كلام للشركات في الكتاب معين مواد كيدا تلكمهم غاليا بس لكن خطوركم خطوركم من قال قال لي ما ده قال لي سيسيو لا فاليت إني ما ده قال لي للأسف لكن إن كانوا منا لأنه غالي غاليا يعني. إما صانع السودان اللي هو ولوكرا خلفية تاريخية كاريكو سيانة تحكي الاستخدام كسانا أول مرة لين اكتشف سنة وسكوتلندا اللي اكتشف عنا وسنة سيانة اللي هو 1886
1886 تكا اكتشف سمباتا ان طبعا يمثل لنا منا يا سيانه ده طبعا ممكن اي منا سيانه دي مسوك اول دوله تكا الشركات او من ذهب كنا مواد ضعيفه تون وسليا استخدموا كوي جنوب افريقيا كو سنغافوره كولي جنوب افريقيا كو سنغافوره كولي جنوب افريقيا كو نيوزيلندا كولي للاسف نيوزيلندا كو جنوب افريقيا كو لكن تريد ذاته في تراوين باتا مكسن نهايه دول دي دي كون مغون باتا نيجي استخدمو كوي ويكو كوني استخدام تانا مرسكس خطورة تاني كرمت هي سوني اكتشف ساي مادة خطرة منك سنة 2000 رومانيا دا منجم داري منجم مارينا إن منجم مارا إن مادة توسري بوني 79 شخص فايرو 79 آدم فايرو ثلاثون آدم ريكو دكا النوسا منظمة يكون ظهر المنظمة العالمية لتغييد استخدام السيانات في التنغيب نوعي المنظمة ظهر ICMC المنظمة هي تكاسي سنتوني هيكي مصانيكا شغل تانا غيدي وراغ بقومي هيكي را الزمي تسا حاجات ولو بلزمي مصانع لازم يما اي مصنع اي حتى جو مصنع ويكا مستثمراء ونا افريكاني لازم تاني تسا حاجات تاوي ان تسا حاجات تاوني اي حاجة تسكو مهمة خالصة كاباني وطالين بات اي وين المنطقة تانا كرا شركة ويكاوسة الشمالية يكاني ولا جنوب كردفان يكاني أو أي حتة ولا فأو كان أي حاجة قاوة كان عشان هو كده تكا صحوني ويرا يمينكا وين ويرا يمينكا حكومة دوغو ندلوكون أول حاجة إن عقدي الشركة كروقاي لازم يكون يعني عنده شفافية شفافية حاجة تانية الشركة كوي لازم تاريك راد مرين حتى نتودا نكر تيغوزا شاور جا حاور جا تيغوزا نلي تاني تدا نتفق فا حاجة ويلا حاجة تسكون تكوني ان تاريني ان دهبا السيانات لو كرا استخلاص كما مواداتونا وكاني تاريخ كيري ان امان كي دات ان انو كي دات فا هي في داور ده هبو سيتو مصيبه دي كي كي داف ان هيدو فاورين امانغا زيبا كو سي اي سيانه دي كو زيم كي كو حتى زيبا كو مويت نار كو لو جانا فيكا هاني نير كل كو ودو سنا كو يوسا نوغي فامينغاوي مانيكا تيغو سن مواطني ده اي حته كلمه مصنعه او اننا فدينا المنظمة اللحظة كو شغل تانا ICMC طرف تسكون تيكا ايدي طرف تسكون تيكا يدروسا اما صناعك راغبي انظمة السلامة لوداك تارين باتا شهادة جودة ICMC ذات انت ما نودو حصل مونيا داموني نودو واي شركة عالم لا شغل فيكم المنظمة ولا عقول وحتى تانيكم مسموح المنظمة اي وقت كلا كولوسة فتشك اني حاصل عالم لكن طبعا للأسف ودوغو دامونين وحتى المسؤولين يقدر يقول السيكيس قال لو كتر إجراءات السلام لو قال مصناك الوين أو كان يهتمون إنسان يعني حتى وزارة البيئة كاني معادنا كاني غيرتنا كاني أوكا قال يعني
يهتمون لنا يسنا تعلمه كيف المصنع الكوي. وطبعا اغلب المصانع اغلب مصانع كوني حكومة نتول توينا يعني ما ممكن اي مصنع كاكر مثلا هتاونا هاجو كاوروسي ولا شمال الحتان مثلا ساعد فانتلا هاجو مصنع كاوروسا هلا نسمي في الجاكي اما اقول دائما مصنع الكوي شمالية كاني جنوب كردفان كاني منطقة نطل تونم إكيرا نشادو تون إني حاصل يا أهو نهاية لنجرا سمو مليكو إن شاد إن شا فنوغي إني يا كوارز داويك السياني داون عالم دا يمكن 71 توني 71 اول كارثه رومانيا منو 79 نفر ديو سيانيدي سريبوني 84 تون 2013 كدفاغوني غينيا ده برضه سيانيدي ذات مشكله ده ويكاو 50 الف نفر ديو 96 برضه سيانيدي سرب سينو فيلبين روزي محصول ما ليش أو كسوكو 2014 كندا برضو نفس المشكلة 2015 أرجنتينا كارثة دو غرقة حصلت له لو بيئة أمسري أطنانو ديسا عالم لي ليسا إن عالم لا حاصل لي السيانة لي زي بارو إن غوني وشمالية كاني جنوب كردفان كاني ولا مصاني كيف كتير كا هو سام واقني هو يشال بيني في لام المسا يوكو فوسا الروسا مانغوش نوسا مستيفان لغور ودا وين مستيفان لغور تدا دوغا فينتا تدن دوغا مسيفا لغا فينتا برد اوكا كنيكتا مو هي سونا دمو فا كنيكتا مكانا ما عارف اما الليل نو دي اما الليل نو دي يعني مظاهرة كوي شهر شهرين افروج انمون نوياس انمون نوي انكين دا وران قضيه قضيه ان مصاني مولو جو بيتلا المصانع كراحينا فانويو مصانع مولو تيجر يمكن ينغوني وكو مهددة من أجيال جافي مليكو مهددة زراعون مهددة أما نوي نانيه هواو نملي لو في طبان النفاع حصلي ما منطقة وني خلاص أي وين تلسا كنتاني تكلمون إني لكن برضو حاجة إيه كهكما بني حاجة إيه المصانع مولو سكان في جيكوكو حتى عندها بانجيكوكا خصي جيو ولا يعني فجأة أنا وين الدوس مثلا وين الدوس وهو البلسة السيانير أو زيبر لو ترينا سيردانسي هكرا أو صدا شديد وكرتن يوم كامل كان طوالي مثلا يعني يومين ثلاثة أربعة السودان تكاد يمد على أو سبب ريسكي أو فجأة أنا جعلهم موسى كويس الحاجات ما اللي حصلت إن طوالي ترى المفروض ترين دكتور كسري خاصة كراي أنه يعني راجع لي حبا ويكا طرف لغا يقول لوك لا صداها من يوسيلا لا ترى يقا شراء برو دي كاني بارسكي فمن يوسيلا طوالي دكتور كطوال دانين دولي المهمة خارصة إنين باتوني ويكون إصابة ويكون مثلا طوالي اسكا نفس مونا إن دانواني وعين فاقدنا ترون اسكا نفس انتان
وايبون كون كان إحالة لا طوال المفروض إسعاف تكهكر هذا الإسعاف إنها أكسوجين 100% كر طوال تك المفروض تهنا ثاني حاجة كا إن كتير ثاني مال لك دكتور ترى أما كمية خالص ولو كان كتشينا طوال ويرانين تان تدوتوا لكن ترون تنف يعني نفس من كاني وايبون كوكاني إحالة البرد ما نقوله شلنا إن عاشقون قلب بواتين لكن ترون وايبو فقد جان كاني يا الله يبو نفس كاني إحالة البرد إن عاشق قلب بواتين تاني طوالي برضو دكتور كان يحيي طوالي دكتور كان المفروض أول تاني إنجا المفروض مولتا نام جيكونا ويلينينا إما اللي أضرار ما دوغار لنا إما نيسي إكرار ما تلين دور رأي إكر زراء تلين دور رأي كويس إكر بحر ما تلين دور رأي طبعا مالكا إكر جسم التولي تاري إنو إن نفسه لو أو أي حاجة إن تاري كل فيها كونك بلغو خضارة كان إشير كان سكيا نور أو جدي له تور أو جدي له ولا رطبة فيه كان طوالي تور أو جريح له ده كان طوالي تور الحاجات تاني جسم الكنتور إني خطورة تاني صعوبة تاني ولا مصانع هم تكا لأنه ما ده رخيصة إنه وكي معين ويلبون تاني دهب كمية لو يبوس لو بس ما ده بديل كده لسه ما ده بنيسي بس غالي يا بومن عامنا بومن اي حكومه ني لو كده او مسؤول ولون لا والله زي بقى وصيانه استخدامنا يعني استخدام امن ودار امن وغن وفي دانا كان لا 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 دام نصر وهو الكوارث ساعتها ما يسين عالم ما لله الكوارث ساعتها حاصل عالم ما لله ما يسين امن وغن استخدامنا ودا اي امان ما ده كان استخدامنا ده ما ده خطر وللأسف السودان منظمة طبعا قضوها يا أي شركة سودان شغلة فيه للأسف كارثة منظمة له اللي هو ICMC له قضوها يا منصف إنين كلام دقون المفروض يفا وي إما صاني هكي وفرحي لين طريق أبوين له مواطن يا كان ناشط يا كان و إن قوم مسؤولية ده وخالص ولا بالمناسبة دكتورين رقبة لولا فين يا دكتورين المفروض على مين تري وعي جد لأنه اختصاصا خطورة لغو على مين تري وعي جد برضو البيئة شغلة في يكون جمعيات بيئة دي دارين لكن شغلت انا ما اعرف وكترف لك الفتشمونا من اين غير بمونا ديجي توم باني سايتلا شغل في جكودا منظمات ديجي داري جمعيات بيئية ديجي داري لكن جلتني حتات معين ولا حصر فيه فتشا ولايات لكن فتشا غرا لكن المصانع لكن فتشا إن آدم بريق المصانع هكرات بريجا جونه دكتوري كم منطقة نتوي المفروض تري حملات توينية كطوال راتب كل غرية تري ناولي إن حملات توين باتون آدم لين كنت طوالي كهين كنت تري فرق من جريب مصيبة آدم لين للي ف أي تقريبا محاضران إنت هوسون أي سؤال يقول ممكن ترينا نو يا شان أجاوب طيب في واحد بيقول إنه لازم نعمل ملخص بالعربي دي من الأسئلة اللي جاتني طيب ما في مشكلة الملخص بالعربي إنه طبعا الصيانات أنا مركز على الصيانات أكثر من الزيبق لأنه أكثر خطورة
سيانين استخلاص الذهب من المواد الضعيفة بالسيانين بيتم بكم مرحلة، وكل مرحلة وليها 1000 خطورة على المواطن والقطاع النباتي والحيواني. المرحلة دي بتتم كالآتي، مثلا احنا لو مسكنا الحتة بتاعت الكارتة طبعا الباقي بتاع بعد ما ناس التنغيب الأهلي يستخلصوا الذهب بواسطة الزئبق، بيكون في كارتة اللي هو بواقي اللي هو كله بيكون طحين زي ده كده، بيخلوه في حتتهم وبيمشوا تاني منطقة تنغيب تاني، أو بيمشوا زي ما بيقولوا فتوحات، بيقوموا يمشوا يفتتحوا له محل تاني وبنفس الطريقة، وبيخلوا البواقي ويمشوا. ناس الشركات عشان ما يكلفوا نفسهم، ناس الشركات أمام مرحلتين، المرحلة الأولى مكلفة لكن المرحلة الثانية هي رخيصة نوعا ما للشركة، عشان الشركات طبعا طماعين، بيجوا يشيلوا الكارتة دي ويودوها الشركة. الشركة مثلا بتكون على بعد 5 6 كيلومترات، في شركات على بعد مئات الكيلومترات، بيشيلوا بقلابات وبيمشوا على حذاء الغرة. القلابات دي بتكون ماشية على حذاء الغرة، لا منتصب المصنع. هناك بيتم كالآتي، نفس الكارتة دي كل طن بتاع كارتة بيرشوها ب 2 كيلو سيانيد. بعد ما يرشوا ب 2 كيلو سيانيد، تاني بتتم رشها بالزنك، مادة الزنك. لما يرشوا الكارتة دي بالذهب بالسيانيد، هنا شوية يعني الذهب اللي فيها بيكون ظاهر، بعد لسه بيكون متماسك، بيتم رشها بمادة الزنك برضو بتتفكك أكتر، الحتة اللي فيها الذهب تظهر أكتر، بيجي يرشوها بمادة أكتر خطورة اللي هي موية النار، طبعا ده مصطلح علمي لكن معروفة شعبيا بموية النار. بيجي بيتم رشها بموية النار، هنا بتستخلص الذهب. في المرحلة الأولى لما رشيناها بالسيانة بتتطاير طبعا الأتربة، الغبار طبعا غبار ملوث. بعد ده تاني بيجي يتم رشها بالزنك اللي هي مادة أكثر خطورة برضو كذلك. المرحلة الثالثة بيرشوها بموية النار، كلها بتكون معلقة في الغلاف الجوي على حسب المناطق. طبعا الغرة طبعا هناك محاذية للنيل، بينه وبين الجبال في شريط، وبين الغرة والنيل في شريط برضو زراعي، مناطق ضيقة طبعا. يعني السيانير والزئبق مع انها مواد بتتطاير لالاف الكيلو مئات الكيلومترات، لكن بكل سهولة ممكن تلوث الحيز الجغرافي بتاع المناطق او بتاعة القرى. دي المرحلة الأولى. لكن المرحلة الأكثر خطورة دي لينا نحن حسي، لكن الحاجة دي بتكون قنبلة موجودة حتى للأجيال الجاية، لو حتى يعني لو في ناس أصلا فضلوا في المناطق دي، يعني مع المصائب مع المشاكل اللي عايشينها دي والمصائب دي، في أجيال، الأجيال دي الشركات دي طماعة طبعا، بتقوم دي ما موية، كل الطحين ده موية كويس. الذهب الموية دي بتقوم الشركات بتحفر حفريات هنا صغيرة وبتدفن الموية،
المويه الملوثه بمويه النار والزنك والسيانيد وخلاص، وتشوف مرحله ثانيه. ده اللي يحصل في المرحله، في مرحله غير الطريقه اللي في طريقه ثانيه بيجيبوا الحجاره كميه بتاع الاحجار اللي بيسموها اخوان الذهب منسبه اللي هي فيها ذهب يعني، لا من يمرر عليها الجهاز ولا كده، فبيقوم المصنع بيمشي يطحن الماده دي، يطحن الحجر ده في الشكل ده، وتاني بنفس العمليه الاولى كله طن 2 كيلو سيانيد، تاني زنك، تاني موت النار، الحاجات دي كلها قلنا بتتطاير للغلاف الجوي طبعا اللي هي فيها المنطقة يعني شريط المناطق في الولاية الشمالية. ده اللي بيحصل. فعشان كده احنا بنتكلم عن خطورة استعمال السيانيد، لأنه شكل كمية بتاعت كوارث عالمية منذ اكتشافها واستخدامها في استخلاص الذهب من المواد الضعيفة. أول استخدام لها كان في اسكتلندا في 1886، بعد دولتين استخدموها استخدام رسمي اللي هي جنوب افريقيا ونيوزيلندا. لكن بعد 2000 اللي كان في اول كارثه، كان في رومانيا في منجم اسمه منجم مار، هنا تسرب السيانيد من المنجم ده أدى لكمية من الضحايا، عدد 79 شخص يتوفوا. بعده طبعا كان في عالميا في كمية بتاع الضحايا منها، في نرجع لورا 71 كان برضو نفس رومانيا، 2000 من 84 ل 2013 كان في غينيا عدد المواطنين تقريبا اللي توفوا اللي هو العمالة زي 50,000. بعدها في كندا 2014 و2015 في الأرجنتين و2013 تقريبا في حلفة نفوخ كمية من الأسماك في بحيرة النوبة في حلفة، و2018 في جنوب كردفان ضحايا كبيرة من المرضى، وفي طبعا نسوان أجهضا، وفي كمية من الأمراض من الفشل الكلوي لغيره. كل الحاجات دي طبعا ما تحرك ساكن. في المنظمة العالمية لتقنين استخدام السيانيد تعمل طبعا وفق ضوابط الأمم المتحدة، لكن للأسف ما في شركة من الشركات الشغالة في التنغيم شغالة في السودان مسجلة هنا. كل الشركات عالميا عندها عضوية في المنظمة دي إلا الشركات السودانية. طبعا الشركة دي المنظمة دي بتلزم أي شركة بتسع حاجات عشان تأسس الشخص المستثمر تأسس الشركة دي في المكان المعني. من التسع حاجات في ثلاثة حاجات مهمة: شفافية العقود، العقد يكون شفاف. الحاجة الثانية الحوار بين المستثمر والمواطنين، مواطن المنطقة المعنية بإقامة المصنع. الحاجة الثالثة شفافية التخلص من شفافية التخلص من الحاجات اللي هي ناتج التنغيم. الحاجات دي طبعا ما في يعني في السودان ما بيلتزموا بها. انا طبعا هوين منتداك نوبي لوغاو ساكن قضية عشان سودان مالك خصينه يعني عربي لو ترجمس يعني هو سودان مالك خصين يعني اي نوك سوداني
ingabi ya khusi ay adam sudani ya ingabi ya khusi ini kram da adam malleka hatta in masani da mene koni masnawe ka hitta tani la walle kan qawma na ya nano no de malleka mantigarano mena intashartana ya qawma na ya ay hitta ga arabi lo terjimi siyani ana sudan malleka khusi dogo u fi khitab مالك شغل جيلا تابع قال كم مالك هو أو فتابع هو ولا كذا ف بس أي واي أنت واي يعني حاجات الب أنت ده هي كتير يعني حاجات مالك لنا هتونا فحصلي ومن قاوة ومن قاوة أول مطالب ويكيف حركني ويكيف أجمع جيلني شهر ويك مظاهرة كده صحبو ما كده ويك يتغلى وانت قاولا انو كان احنا ما المفروض انو قليل ويد من المصانع يكون في جفاني ان تنغيب من جفاني حتى ان تنغيب احنا كان مصانع كان مواد جديدة مواد خطورة ويك اكون مينة يعني ساتة ويكون ممكن يتغلس جنا هاي ان تنغيب من جروسة فقال من يعني من جروسة نيرجن اليو ولا من غاية مثلا ان تنغيب شوائنا دولين نو قليل كوريك شاك من جروسة نيرجن اليو وين من جروكا دبي هدو فاجونا نادمي جدي غرامي نكوي دي جاكو وي ممكن على وين نيجا انغرانو ويا حبي كوني طبعا لكن ما تجديد يا داري اما دا المفروض انت غيب اهل الشغل اللي كاني ولا حتى مصانع الشغل الكوره كان يستخدم اني ما دا لانه ما دا غاليا فلكن امنه يا خطورتها قليل يمكن خطورتها بسيط خالص يعني كويس سيسيو لابيت اللي هو ما دري يعني ان المفروض على مين استخدم من تنظيم اهلي ايكاني ولا شركات ايكان ف شكرا جزيلا و بقولك الجونجا دي ايتشيلا ايجنا حزب المؤتمر السوداني تولون سمحدين كا هكر بني يعني جاهزه من اي قضيه منطقه خص لي كان ولا السودان خص لي كان جاهزه من فكر بني ومالين نقول لك كمل ممكن ان شرح لي لها حاجات ناقصه مني لكن مهم خالص اي دوبو ان ما ده خطوره غير على ميغا ما تيجي لما نو يكد انه ينغا وشكرا جزيلا